ربي أريني أنظر إليك. لا ينظر إلى الله بقوة الجسد، بده ينظر بقوة الروح. قال لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل. تجلى الله على الجبل مغرز إبرة فجعله دكة. الجبل صار دكة وخر موسى صعقا، لأنه شيء لا يكاد أن يصدق. جبل ينقلب رمل دكة، فكيف بالإنسان؟ فإذا الروح هي التي تفتح مفتاح القرب وتكشف حجاب الستر عن رؤية جمال التنوير. ما جمال النور؟ انتبهوا، لا يمكن يا ابني للذاكر أن يدرك جمال الأنوار، إنما يدرك جمال التنوير. الله نور السماوات، منور السماوات والأرض، فتنوير بتشوف التنوير. أما النور فلا يمكن أن تدركه في الدنيا ما لم تبلغ الدار الآخرة. هناك رؤية النور الحقيقي، هنا رؤية التنوير. فهنا فرق بعيد بين رؤية النور وبين رؤية التنوير. فبظن المريد إذا ذكر أنه رأى الأنوار، لا يا ابن، كيف تدرك الأنوار والأنبياء سقطت عند رؤيتها؟ لا تدرك ذلك، إنما تدرك التنوير. هلا السؤال، أنتم شايفين النور ولا التنوير؟ ماذا رأيتم؟ التنوير. لو ظهر النور حقيقة بيعمل حريقة، بيشعل، بيحرق الكل. ولو ظهرت أنوار سبحات وجهه لأحرقت ما بلغ إليه بصره جل وعلا. ففي هذا من الأسرار، ما بصير واحد يصل إلى ذلك.